السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم معاك في الغربة. معاك في الغربة مستمر معاكم في دعمكم في التواصل معاكم في نقل كل آمالكم وأحلامكم واهتماماتكم وقضاياكم في الداخل وفي الخارج. ساعات ما بنقدرش نفصل، احنا بنتعامل معاكم بره ولا جوه، وأصبحنا يعني جزء واحد أو جزء من نسيككم، وده بيشرفنا. طبعا معانا النهارده ضيفتنا وضيفتكم الدايمه الاستاذه اسماء السيد. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. النهارده هنبتدي زي ما اتفقنا في كل حلقه في التنويه عن بعض الاخبار. بس في عندنا اخبار في الداخل شغله الخارج، وفي اخبار خاصه بالخارج طبعا هنقولها. تمام. عندنا اول خبر طبعا بيتكلم بيقول ما ينفعش نقول المانشيت اللي نزل هو خاص بالمواطن المصري اللي ممكن يكون اخطأ وركب قطر مميز بحيوان، صح؟ بس ما ينفعش النهارده نعمم، ما ينفعش نقول ان صحيح صعيدي، لا، عيب. لا عيب، لان احنا اللي فرقنا زمان التمييز ده، ان اعراض دي ده صعيدي وده فلاح وده اسكندراني وده مش عارف ايه وده ايه، واصبحنا يعني بيفرقونا بالمسميات. بالظبط ده اللي بيحصل. احيانا الواحد بيكون في شغل الاعلام بيختار لفظ معين عشان يلفت بالنظر، بس اعتقد انها اساءة، واعتقد انه غير موفق خالص في اختيار الاسم. حط مانشيت صعب جدا يعني، ما ينفعش نكرره وما ينفعش نقوله. وحصل استياء من بعض زمايلنا في الخارج، وصفحات الجاليات كلها تقريبا زعلانه من الصعايده، كلهم طبعا زعلانين جدا، لان ما يصحش. بس ما ينفعش اقول صعايده، المصريين اللي زعلانين، لان المصريين واحد، لا فيهم مصري مسيحي ولا مصري صعيدي ولا مصري مسلم ولا مصري فلاح ولا مصري منوفي، المصريين كلهم واحد، نسيج واحد. اكيد طبعا، اكيد. بس ولكن تمت الاساءة، وللاسف اللي لقيناه ان كل المصريين زعلانين. اكيد طبعا. بس وطبعا بيطالبوا وبينجدوا بالمحاسبة، لان اي حد يغلط لازم يتحاسب. ده حقيقي. بس ده كان الخبر الاولاني معانا. الخبر الثاني من الخارج بقى. في بعض الاخبار اللي بتفرحنا احنا شوية، وبعض الاخبار اللي بتزعلنا. ده خبر بصراحة بيزعلنا. أسرة مصرية كانت بتقدم مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، وللأسف الشديد حصلت مشادة مع بعض أفراد الأمن في مطار جدة، وبناء عليه تم توقيف الأسرة، وبتناشد وزارة الهجرة باتصالات إن هم يتدخلوا ويشوفوا يعني إيه الموضوع. ما أعتقدش إن بسبب مشادة ان يتم توقيف اسره كامله، او ان بالزبط. يتم احتجازهم او التحقيق معاهم. طب بتحقق معاهم في ايه؟ بالظبط. احنا متعودين من اخواتنا السعوديين ان هم بيستقبلونا وبيودعونا في الاماكن بتاعت الشعائر بالذات بارتياحيه وبطيب، لان الحرمين ملك لكل المصريين. بس فان شاء الله باذن الله تتحل، وبنناشد وبنضم صوتنا لنفس الصوت اللي بيقول يعني لازم تدخل سريع من الخارجيه ومن الهجره للافراج عن هذه الاسره، ولو غلطوا يحاسبوا. لو الناس دي شايله ممنوعات تتحاسب، لو الناس دي خالفت نظام تتحاسب. لا طبعا، لا، هو مجرد خلاف مع فرد امن، وده اللي اتقال يعني، ده اللي اتقال في كل صفحات الاعلام. طيب عندنا الخبر الثالث، بنكرر الفرحه بالمصريين في الخارج بجيش مصر الثاني، واهل الخير مستمرين في الدعم ما شاء الله، ومبروك للحلواني. الحمد لله، الحمد لله، والحمد لله، وربنا يا رب يكمله على خير ان شاء الله. بنقول مبروك للحلواني، وبنبص نلاقي لما الحاله بتخلص وبتحصل الفرحه، زي ما اخواتنا محترمين جدا اللي احنا بننوه عليهم ونقول اساميهم معوديننا، بص تلاقيهم رجعوا خالص وكانهم ما عملوش حاجه. ده اللي احنا متعودين عليه. اعتقد ان احنا ممكن نتنافس في فعل الخير، بس مش في ذكر ان انا فعلت الخير، لان كده بضيع ثوابك. اكيد طبعا. بس أكيد مبروك طبعا للحلواني، وان شاء الله يخلص اجراءاته ونفرح بيه، وزي ابو اسلام ما بركنا له ومستنيينه ان شاء الله تخلص اجراءاته على خير ان شاء الله، ونشوفهم على مصر بخير. وانا بصراحه بشكر كل حد شارك، سواء في حاله الحلواني ولا ابو اسلام ولا اي حد مواطن مصر عليه دية، وقدرنا كلنا نساعد بمنشور بحث المصريين على التبرع والدعم. يعني بصراحه
كلهم لهم الشكر، الجاليه المصريه كلها في السعوديه بشكل عام، كل اللي تبرع وكل اللي شارك. مش بنقول اسماء، لا لا ما ينفعش اقول اسماء، بس جزاهم الله خير كلهم والله. ما ينفعش اقول اسماء عشان انا ما ينفعش اشكر القائمين على الحاله بس، ده انا اشكر كل اخواتنا المصريين والاجانب والسعوديين اللي تبرعوا للحاله، لان في عرب بجد كتير تبرعوا للحاله دي. الصفحات اللي دعمت، الصفحات دي هي بالظبط يعني عارفه اللي هو ايه، رصيدنا احنا، الكنز بتاعنا، الصفحات بتاعت الجاليات هي اللي لما بتنزل الحاله وبتتبناها فعلا جيش مصر التاني بس والله. ما شاء الله، وكل الشكر ليهم طبعا لهم. وبنفكرهم في ان في حاله تانيه بتاعت محمد هاني، هاني بس او هاني صح؟ لا هاني عبده لسه ما خلصتش، عايزين نبارك له الحلقه الجايه ان شاء الله باذن الله. اعتقد ان الحاله دي متبنيها استاذ محمود سعد بس ان شاء الله باذن الله، زي ما عملنا مع الحلواني وكل الناس وقفت، عايزين دايما الحاله يعني تفض الاشتباكات، لان ما اعرفش الاشتباكات على ايه، نسال دايما هم بيتشابكوا ليه، احنا بصراحه ما بنعرفش نرد. هنروح للخبر اللي بعده على طول بس، وهو يتعلق بوزاره الهجره. وزاره الهجره بتقول ان عدد من الاتصالات تنقل طلب التدخل لمساندات اسره مصريه تاني، الاسره اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي، محتجزين في السعوديه، اللي اتكلمنا عنها تمام. بنفس الموضوع. الخبر اللي بعده على طول، معالي الوزيره تدخلت في ال، بس لسه ما تمش اطلاق سراحهم، والخارجيه ان شاء الله نعرف بس الموضوع يعني بالظبط. هنا دي الجاليات بتناشد الخارجيه بالتدخل والافصاح، يطلعوا بيان يقولوا لنا ايه الوضع، ايه اللي بالظبط، ايه اللي حصل بالظبط بالظبط، لان احنا ما نعرفش هم ايه التهمه الموجهه اليهم او محتجزين ليه بالظبط. يعني بقى لهم حضرتك بقى لهم كام يوم؟ بقى لهم حوالي تقريبا اسبوع. يعني الخبر عندنا من معقول؟ اسبوع اسبوع وما عرفناش ايه تفاصيل سبب الاحتجاز؟ لا مفيش بيان كتير قوي كده. حضرتك عارفه ان الصفحات هتناشد وبعد كده الموضوع بيوصل للوزراء بس، المفترض ان الخارجيه عندها او القنصليه بتاع الجد بس يكون عندها علم بالموضوع وتطلع بيان، على اساس ان احنا الحاجات دي لما بتبقى مبهمه احيانا بتوقعنا في غلط، احيانا محتاجين نعرف سبب احتجازهم، محتاجين بين النشطاء من هنا او من هنا، فنبتدي نخش في مرحله خلاف، فبنتمنى سرعه بالظبط المتابعه يعني بالظبط ان شاء الله باذن الله. عندنا خبر بيقول هو بصراحه عن السفير ياسر هاشم تمام، بس وللاسف برضو خبر غير مفرح، بيقول ان في مركب صيد تمام، المركب الصيد دي كان عليها ستة وشخص طبعا سعودي الجنسية بس قارب الصيد عبد الله الثاني. المركب اسمها كده صاحبها سعودي الجنسية واللي حصل لهم الحادث، كان عليها ستة مصريين، ثلاثة توفوا بقوا قدام الله ويا رب ارحمهم واغفر لهم وسامحهم، وفي عندنا ثلاثة مصابين، عايزين نعرف ايه اساميهم وايه جنسياتهم وايه اللي محتاجينه، لان احنا معانا ناس تانية غير الجهات الرسميه بتقف وبتساعد لو في اي مساعده، عايزين نعرف حالتهم الصحيه ان شاء الله ايه دلوقتي، برضه يطلع لنا بيان ياكد ان شاء الله. انا جاء الوقت من الكنترول ان تم شفاهم وخرجوا من المستشفى، فعايزين نتابع نشوف مين المسؤول عنهم الحمد لله، او طبعا نقابه ايه ونقدر نطمن الناس عليهم. نقابه طيب، عندنا خبر بيقول ان وزير القوى العامله الوزير محمد سعفان ساوى ثلاث حالات عمال في المملكه العربيه السعوديه بس كانوا تعلقوا بالورثه، فاعتقد ان هم متوفيين، يعني متوفيين في الاردن بالظبط، وتم تسويه لا السعوديه، المملكه العربيه السعوديه في السعوديه بجد بالمملكه العربيه السعوديه، نجح المكتب هناك. هو المكتب ده مش مقفول، المكتب العمالي لا تقريبا فين، في جده ولا فين؟ جده، لا كان تم الاعلان عن فتحه جده، لا بعد كده اتفتح، اتقفل فتره تقريبا وبعدين اتفتح، يعني طلع بان بالقفل لكن ما طلعش بان بالفتح، مش اكيد برضو، بس انا قريت بيان حاجه زي كده، ولكن في السعوديه حضرتك متاكد؟ انا اللي انا قال لنا الخبر السعوديه، السعوديه ولا بالمملكه العربيه السعوديه؟ بالقنصليه المصريه بجده بالمملكه العربيه السعوديه، لو بالاردن بقى يبقى الاعداد السعوديه. طيب اعلنت وزاره القوى العامله اصدار قرار بشان العاملين المصريين او العاملين الاجانب بشكل عام، يعني تمام، اعتبارا من 27 فبراير الحالي،
ان اللي بيشتغلوا في القطاع الزراعي يقدروا ينقلوا من كفيل لاخر، من جهه عمل لجهه عمل اخرى باع ابراء ذمتهم. ده في الاردن بقى؟ ده الاردن بالظبط. حضرتك قلت لا، وعلى فكره الخبر اللي برضه قلت عليه الاردن، هو ياسر بيقول للاردن، هم مكتوب غلط الاثنين الاردن. انا بقول كده يعني حضرتك، خبر بتاع الاردن ان معالي وزير القوى العامله الوزير محمد سعفان يعني خلص اجراءات تحويل السعوديه. اكد تاني، رجع في كلامه تاني، ثلاث عمال في السعوديه ماشي تمام، ال 27 فبراير ده الاردن تم تحويل مستحقاتهم دول السعودية، ثلاث عمال كانوا عاملين مصريين عاملين بالمملكة العربية السعودية، وتم تسوية حقوقهم العمالية ووصلت للورثة بتوعهم من خلال ما شاء الله برافو مكتب العمل في يعني وزارة العمل او المكتب الملحق العمالي بالقنصلية العامة بجدة. مهم جدا بقى الخبر الثاني بتاع الأردن، بتاع الاردن ده في القطاع الزراعي. القطاع الزراعي تمام بالزبط. لانهم دايما بتواصلوا معانا وبيسالوا طبعا بس على ده القطاع الزراعي بس هينقل من جهه عمل لجهه عمل اخرى في نفس القطاع بالزبط. اعتبارا من 27 بعد ابراز ذمته، يعني ما يكونش الناس اللي خلصت العقود بتاعتها بالظبط تمام. بس عندنا كمان المجلس القومي للمراه يعني بيدعم وبيسند معانا كده في جزئيه خطيره جدا، الهجره غير الشرعيه تمام. الهجرة غير الشرعية، المجلس القومي للمرأة بيناشد الأمهات في التصدي لفكر الهجرة غير الشرعية. وطبعا احنا أكتر ناس تقريبا في الفترة اللي فاتت عارفين جزء بسيط قوي من الآثار المترتبة على الهجرة غير الشرعية. طبعا هو المجلس القومي للمرأة بيدعم فكرة معالي الوزيرة أو المبادرة اللي معالي الوزيرة عاملاها اللي هي بتاعت مركب النجاة، فبيناشد الأمهات بتوعية أبنائهم اللي بيفكروا يهاجروا هجرة غير شرعية. تمام بالظبط، ممتاز طبعا. طبعا يعني المجلس القومي للمرأة لما يشارك في حاجه زي كده ما شاء الله، يعني حاجه جميله. الاضرار المترتبه على الهجره غير الشرعيه اصبح لا حصر لها بصراحه، يعني من 2004 لحد النهارده احنا بندور على الناس، لقينا ناس من الناس منهم بتوع سوريا، ما لقيناش ناس، والاهالي عايشه على امل بشان اللي لقيناهم شباب سوريا. انا عايزه اقول لحضرتك طلب أنا الحمد لله رب العالمين للحصول على عفو رئاسي هناك، ولكن لا بد من تدخل الدوله بعد ما الطلب يوصل للجهات الرسميه ويصدر موافقه عليها، تبقى تدخل جهات الدوله هنا. فهننتظر ساعتها الدعم من وزاره الخارجيه ومزاره الهجره، بحيث ان شاء الله باذن الله الشباب دول يقدروا يكونوا في مصر يا رب العالمين، وبعد كده لو عليهم اي مساءله قانونيه ما فيش حد هيقدر يعارض في ده، بس المهم يرجعوا. بالنسبه للطلب، معالي المستشار سحبان في سوريا قدم طلب رسمي بطلب بالزبط. العفو عنهم بالظبط، جزاه الله خير ما شاء الله. الراجل ده يعني اخبار تاني، ربنا يبارك له. لا معلش، انا احب اشكره تقريبا اول اسبوع، احب اشكره بس الاول، لان هو بصراحه ما شاء الله يعني بيخدم، رافض ذكر اسمه، رافض ذكر اي حاجه، ومش بياخد أي مقابل. اي مقابل ما شاء الله، ربنا يبارك له عليه. احنا مدينين له بفضل فرحه الامهات اللي ذكر اساميهم، يا رب يعني كلهم يرجعوا ان شاء الله. وان شاء الله باذن الله يعني اول اسبوع هو وعدني ان في اخبار كويسه عن عدد كتير من الشباب اللي احنا كنا ندور عليه، هنتابع معاه وهنفرحهم باذن الله، ويا رب باذن الله ان شاء الله في اقرب وقت ممكن نقدر نطمنهم كلهم. الموضوع ده حسسنا بالخوف من الامانه او بجد، ربنا يا رب ان شاء الله باذن الله ييسر كده ويجوا على خير باذن الله في اقرب وقت ونفرح الامهات. الهجره بتقول ترشيح سيده مصريه لجائزه نوبل، بس وليها اسم كده اسمها ماما ماجي. ماما ماجي بس عايزين الشباب كلها اللي عاملين بالخارج، وانت عارفه بيبقوا مؤثرين جدا، حضرتك عارف يدعموا ده، بس يدعموا ده، لان ست بسيطه جدا قصتها جميله جدا، وزاره النهارده بتطلع حد من مصر وبترشحه، لابد من دعم جميع شبابنا وجيش مصر التاني زي ما بنقول عليه، مش بس في عمل الخير، لا ده في كل حاجه تفيد مصر وتجمل صوره مصر قدام العالم كله. احنا كده بقى حضرتك لازم نقول لهم على الاليه اللي ممكن يدعموا بيها. اكيد الوزاره هتعلن واحنا معاها وهم معاها، عمرهم ما يتاخروا باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، اكيد اكيد جيش مصر التاني في الخارج هيشجعنا. معانا ام خالد عشان هي لقيت اني غيرت فاتصل. ام خالد اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ ازيك يا ام خالد، عامله ايه؟ الله يسلمك. ازيك يا مدام اسماء؟ ازيك يا ابو خالد حبيبتي، ازيك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. حضرتك الاخبار بتاعت سوريا، عشان الناس كلها قاعده قدام التلفزيون، كل الامهات والابهات عشان يسمعوك. والله انت كنت معاها على التليفون فما سمعتيش. لسه بنقول، بس لسه بقول قدمنا طلب الحمد لله رب العالمين، وانتوا قدمتوا طلب. انا بصراحه يعني فرحان جدا ان مؤسسات الدوله من فوق، من قيادتها العليا،
توجه الطلب بتاعك لمجلس الوزراء، ومجلس الوزراء مهتم وتم الاتصال عليك يا ام خالد، ومفيش حد هيتاخر خالص. اتصل حد على حضرتك من رئاسه الجمهوريه؟ اتصل عليا النهارده. عارف حضرتك احنا قدمنا، لا احنا قدمنا الشكوى من 3 ايام بالظبط. النهارده اتصل عليها، قدمناها في رئاسه الجمهوريه. النهارده حد من رئاسه الجمهوريه اتصل بيها ما شاء الله، قال لها ان تم حاله الشكوى لرئاسه الوزراء. ان شاء الله باذن الله بدعواتكم، ان شاء الله باذن الله هيرجعوا باذن الله، وزمايلهم اللي هناك هيرجعوا، وان شاء الله هنفضل معاكم ومتابعين ومش متاخرين، ويا رب باذن الله ان شاء الله يعني تقبلوا مننا لو في اي خبر ما قدرناش نجيبه بسرعه، لان احنا بنحاول ان احنا نوثق الخبر من اكثر من جهه. بس فهو ده لسبب التاخير بس. يرزقك برزق حلال وفوق شر المرض يا رب، كل اللي يساعدني وكل اللي يقف معانا. انت تستاهلي كل خير، انت وكل امهاتنا الجمال واخواتنا، مش هنكبركم، وبدعواتكم باذن الله ان شاء الله هيرجعوا ام خالد، وما تقلقيش اوعي تخافي. ربنا يسترها معاك يا رب. الف شكر ام خالد، الف شكر، الف شكر، ربنا يطمنكم يا رب. عندي حاجه، يعني هو المفروض انه هيتفتح موضوع، ولكن انا محتاج اسالك انت عليه. عندي كده يعني استفسارات بتنويهات بتلميحات تتعلق بالاتحاد العام للمصريين بالخارج. هو اتغير اسمه؟ لا، الاتحاد العام للمصريين في الخارج. بس هم الشباب بعتين لي بيقولوا لي تعين في حد سعودي تقريبا. لا، هو فعلا في جدال حصل، وجدل كبير حصل في ما بين الجاليات المصريه بشان المشكله دي، وحد كتير، ناس كتير بعتت لي على الخاص وسالتني عن سبب يعني تعيين رئيس للاتحاد، رئيس شرفي هو طبعا سعودي الجنسيه. كل الاحترام والتقدير ليه من غير ما نعرف هو مين طبعا، ولكن مش مصر الجنسيه صح؟ مش مصر الجنسيه. ان شاء الله يطلع بس بأم في ناس رافضه ده، وفي ناس يعني موافقين على ده، بس بصراحه في جدل كبير جدا حاصل الايام دي، لان طبعا حضرتك عارف ان الاتحاد العام للمصريين في الخارج بيرعى شؤون المصريين في الخارج ومهتم وبيحل مشاكل المصريين في الخارج، المفروض ده اهدافه. النهارده دي اهدافه ولا بيقوم بده؟ هو دي اهداف الاتحاد، رعايه المصريين في الخارج وحل مشاكلهم. انا بسال، دي اهداف الاتحاد. بالظبط. النهارده لما يكون في رئيس شرفي غير مصري، طب هو الرئيس الشرفي الرئيس السعودي هيحل مشاكل المصريين ازاي؟ يعني يحل مشاكل، يشوف مشاكل المصريين اللي في السجون او اللي عليهم بلاغات او على طول. يا ريت نتمنى ان شاء الله لو هيحل مشاكل المصريين في الخارج، نتمنى عندنا مشاكل كتير يا رب. ان شاء الله معلم، ان شاء الله. وانا اعتقد ان المصريين بالخارج يعني في كل حته، في الاتحاد وبره الاتحاد وفي كل التجمعات والكيانات اللي هم عاملينها، داعمين بعض وواقفين مساندين بعض، ناقص حته بسيطه ان شاء الله تتحل قريب باذن الله. وعلى التعاون في العمل، يعني ما اقولش انا اللي عملت ولا انا اللي عملت. طب. دي هي اللي ساعات بتاخر الخدمه وبتخليها للاسف. لازم كلنا نكون متحدين، معروف ان الاتحاد قوه، ولازم كلنا نكون يد واحده، وجيش مصر الثاني فعلا زي ما دايما يعني بيتقال علينا كمصريين. اعتقد ان احنا الفتره اللي فاتت هي مشكلتنا الداخليه والخارجيه. بس احنا لما بنلقى حاجه ناجحه بنحاول نقف بعيد ونكسرها. مش عارفه ليه. ان شاء الله باذن الله يتحل. حضرتك عارف ان الحرب دي فعلا حتى معانا احنا شخصيا، يعني الحمد لله. هنقول بسرعه كده على المهندس علي ابو القاسم. المهندس علي ابو القاسم طبعا انا يعني في قضايا هنتابعها كل مره، لان انا بصراحه بحس ان المكتب اتشرف لما قبل بعض الوكالات من بعض الاشخاص اللي العاملين بالخارج او اللي محبوسين في قضايا في الخارج، والمكتب بيقدم الدعم القانوني. اي نوع ده؟ دي علاقه تتعلق بي انا والموكل اللي متاكدين من براءتهم، بس ما باخدش حاجه في المكتب غير دي. بالظبط. بس فانا عندي مثلا المهندس علي ابو القاسم، انا بحس ان انا اتشرفت بصراحه ان انا اثق في براءته، ان انا المكتب وكيل عنه. فبنناشد من جديد ان الجلسه فاضل عليها ايام قليله جدا، 4 ايام تقريبا. عايزين نعرف هل الورق وصل، ورق النيابه وصل ما وصلش، هينزل علي او المهندس علي يتحاكم بنفس قرار الاحاله القديم، هل الملاحظات استوفت، هل حد من القنصليه او من الوزارات متابع زي ما دام سام ما نشدت المره اللي فاتت ولا لا؟ باقي من ثمن 4 ايام.
انا عايزه اقول لحضرتك انا كنت امبارح بس طيب في وزاره انا معايا الخارجيه. استاذ هشام من لحظه الامارات بس عشان اكمل متصل كلامي، بدولي، اكمل كلامي. خليك طب ما تكملي احنا والله هنكمل كلامنا. طيب استاذ هشام لحظه، بسرعه يا انا استاذ عايزه اقول هشام. بس احنا كنا اهلا في وزاره وسهلا. الخارجيه امبارح واتكلمنا في النقطه دي، ووزاره الخارجيه بتدعم وان شاء الله واقفين، لا ويوم انا مش الجلسه عايز هيكون اللي مع جوه حد. يدفع يدعم، لا انا يعني مش عايز اقصد اللي اقول جوه لحضرتك يدعم. هم مهتمين النهارده وقضيه. الوزاره ليها جهه بره صاحب التابع مش طبعا كده؟ اكيد طيب احنا القنصليه بنناشد الجهه اللي بره انها تحضر وتقدم مستندات، ده مش اكتر بالظبط، من كده. ده بالظبط اللي لكن اكدوا ما عليا كل انه وزارات هيحصل. بتدعم وكل القيادات بتدعم، بالظبط ده اللي انا بس بقوله، هل ان الموظف بينفذ؟ ده اللي انا بقوله وده هو اكدوا ده اللي عليا هو انه بيرد هيحصل. علينا بيه لا الموظف، مش القائد او لا 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 الوزير ده او اكيد القياده هيحصل اللي ان هنا. شاء الله، واحنا متابعين معاهم خطوه اهلا وسهلا خطوه. استاذ هشام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا فندم؟ يا رب تكون بخير يا رب. والله في نعمه الحمد لله رب العالمين. استاذه اسماء ازي حضرتك؟ ازيك يا استاذ هشام، اهلا يا رب بيك. تكوني بخير حضرتك. اهلا الحمد وسهلا، لله يا رب. اهلا بيك. الحمد لله. سياده المستشار انا هشام البدر اللي بكلم حضرتك على طول، عارف عشان طبعا حافظ صوتك يا هشام. الله يبارك لك يا فندم. حبيبي بالنسبه لاخويا جمال والشباب اللي معاه، الكشف اللي فيه 8 بس، كنا عايزين نطمن من حضرتك احنا بس. اتقدم الطلب لسه، كنا بنقول الوقت اتقدم الطلب هناك ان شاء الله بطلب العفو عنهم في المخالفه بتاعه دخولهم لاراضي سوريا خلسه تمام خلسه بطريقه غير خلصة. نظاميه، وبناء عليه الوضع هناك معلق حتى يتم قبول الطلب بالعفو الرئاسي عنهم. وان شاء الله باذن الله متابعين الطلب، وفي كل حلقه هنتابع، وقبل الحلقه لو جالنا اي حاجه طبعا احنا متواصلين مع بعض تقريبا بصوره شبه يوميه. ان شاء الله طمنكم قريب، وفي اخبار كويسه عن بعض الشباب وصلنا عنهم اخبار كويسه ان شاء الله باذن الله على نص الاسبوع تكون عندكم، ويا رب باذن الله يرجعهم بالف سلامه ويقدرنا على الامانه اللي انتم محملينها لنا يا هشام رب يا انتوا فندم. وكل اخواتنا وامهاتهم. ربنا يبارك لكم يا فندم، حضرتك والاستاذه اسماء والاستاذ عماد النويه والناس دي كلها، كلنا تحت امرك على ربنا فكره. يبارك لكم اللي يا رب شغال يا على فندم الموضوع، وتطمنونا عشان يا رب. برضو انا دايما للاسف يعني ما بقولش، ومتخيل الناس كلها عارفه اللي شغال على مفهوم يا الموضوع، فندم استاذ والله نصر مفهوم. القوسي، استاذ عماد النويهي يمكن أدي، وأستاذة أسماء الصياد يمكن أدي أنا كلكم 20,000 والله يا فندم، مرة. كلكم لكم الشكر يا فندم والله العظيم، حضرتك والأستاذة أسماء والأستاذ عماد. إن شاء الله بإذن استاذ الله بس هشام يرجعوا انا عايز بالسلامة. اقول لك احنا رحنا بنفسنا وكلنا رحنا، ورحنا قدمنا شكوى في رئاسة الجمهورية يا دوب تمام من يا 3 فندم. ايام بالظبط، من 3 ايام بالظبط، وترد عليها النهارده. فما تقلقش ان شاء الله، واحنا متابعينه يوميا يا في رئاسة الجمهورية، يا احنا حتى كمان رحنا الصليب الاحمر الدولي، بالظبط. ورحنا معالي وزاره الهجره. يعني كل فاطمئن الاجراءات يعني احنا ماشيه هنا متابعين وهناك بالتوازي، بشكل وان شاء يومي. الله باذن الله ان شاء وزاره الله الخارجيه برضو متابع معانا، ان شاء كنت لسه الله امبارح وسالت على الشكوى، وان شاء الله باذن الله في اخبار جديده باذن الله. باذن الله شكرا فندم. استاذ هشام، وتابع معانا باذن الله، واحنا كده كده متواصلين من خلال التليفون، وان شاء الله نطمنكم قريب يا رب باذن الله. الموضوع اللي بعده على طول موضوع برضو مهم، والموضوع الخاص بعطيه الشحات. موضوع عطية الشحات حصل فيه كده تموج رهيب. طبعا قرار الإحالة صدر تمام، الحمد لله جالنا الملف، قرينا الملف. يمكن كنت زمان انا كنت ساكت خالص بصراحة ومبحاولش اعلق. انا النهاردة لما بخش يعني بالصدفة على الفيس بعلق عطية بريء يمكن 1000 هاشتاج. انا بصراحه لمجرد ان انا قريت قرار الاحاله بتاع الهيئه الاتهاميه حسيت فعلا ان احنا يعني بجد الراجل ده فعلا بريء، والاتهامات الموجهه اليه بجد يعني مش 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 سبب كبير ان هم يتهموه بالقتل بدافع السرقه. بالقتل، قتل ازاي؟ ان شاء الله يعني باذن الله. حاطين لك يعني دافع بصي، السرقه. هو الفكره كلها ان احنا طبعا لا نملك ان احنا نعارض او نناقش قرار نيابه، والقضيه رهن المحاكمه وتم احالتها ونثق ان عطيه بريء، وقريب جدا باذن الله ان شاء الله يعني نتمنى الارتباك بس يقل سنه في او شويه في لبنان، ويتم احالته وتحديد جلسه نكون يعني متواجدين احنا وهيئه الدفاع اللي بتشكل الان بعيدا عن المحامي السابق اللي تنحى عن القضيه، او يعني تنحى بصوره طلب اتعاب اكبر من اللازم، يمكن اضعاف اضعاف اللي كانت غير المتفق قبل كده. عليها طبعا بس فان شاء الله باذن الله احنا بناكد عطاء ان شاء الله باذن الله نثق في براءته، وان شاء الله باذن الله مكملين معاه، وده من ضمن الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها ان شاء الله باذن بنقول في الله. قضايا توليناها بصفه شخصيه النهارده بيتم مناقشتها وبنسئل فيها،
احنا لا يعني اكيد كل حد فينا ليه شغله، واكيد كل حد فينا بياخد شغل باتعاب بعيدا عن اي حد بيتذكر بصراحه في البرنامج. بس يعني انا بحس باستياء ان انا اتفق على حاجه ولو جالي بعيد عن البرنامج ممكن اعمل مع اتفاقيه ثانيه. والله الحالات موجوده، بس عندنا الوقت يعني. الناس اللي عملوا لنا التوكيل بحب اكدها عشان ما يتقالش حد تاني، مهندس على ابو القاسم وقلت ده تشريف ليا. تمام. عندي كمان مواطن هاني اللي كان عرض كفنه من خلال يوتيوب. وعندي كمان وليد في سجن تابوك، بعد ما توصل الوكاله هعلن عنه، لان انا اثق ان هو تم الوشاه بيه، واخد حكم كبير تقريبا 15 سنه، وان شاء الله باذن الله الملف بتاعه بيقول ان هو بريء وحسن النيه، ان شاء الله هنكمل فيه. ففي شغل تاني بيتعمل على اساس ان احنا نطلع بالنتيجه، بس وقت البرنامج بقى صغير فبنحاول بسرعه ناخد تغطيه لكل موضوع هنتكلم فيه. ان شاء الله خير باذن الله، واحنا دايما الحمد لله يعني ماشيين صح. وبرضو احب اقول ان احنا حتى القضيه بتاعت العم بليغ والعم خالد والعم بليغ الحمد لله اخد براءه، والاجراءات اللي بنعملها هنا احنا ما بنعملش حاجه غير اننا بنتابع وبنقدم الاوراق اللي بتثبت كلامنا او يعني طلباتنا، وبنحاول نتابع الاجراءات ونعمل استعجالات والكلام ده، بس عشان يعني نقدر ننقذ ما يمكن انقاذه. فان شاء الله خير. طيب معانا استاذه هند من محله، معلش عشان بقالها كتير. استاذه هند اهلا وسهلا. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا وسهلا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك استاذه هند. انا هند مرات خالد الزيادي تبع سوريا، من ضمن ال 13 شخص اللي كنا عاملين توكيلات لحضرتك. بالظبط. اهلا وسهلا. ازيك استاذه هند عامله ايه؟ تمام والله بخير الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. هو امبارح الخارجيه رنت علينا. ايوه. وقالت لنا انتوا كنتوا مقدمين طلب باسم خالد احمد محمد الزيادي، كانت الاستاذه اسماء اللي مقدماه. بالظبط. طلب استغاثه. بالظبط. فهم رنوا علينا امبارح، فهم طالبين مننا ان احنا نتقابل هناك في الوزاره. تمام. فاحنا رنينا على الاستاذه اسماء امبارح، فقالت لنا ان شاء الله نتقابل يوم الاحد هناك في الوزاره. باذن الله تطمنوا وتطمنونا باذن واحد احد ان شاء الله، ويكون في اخبار كويسه باذن الله. هو خالد مش معانا في الكشف بتاع 8 او 9، فوارد انه يكون في مكان تاني ان شاء الله، أو لسه في اخبار كويسه باذن الله. يا رب باذن الله يكون خبر كويس جدا، ويفتح لنا باب تاني في مكان ندور عليه من جديد، ونحيا امال امهات الشباب المختفيين. وان شاء الله باذن الله ربنا يطمنك عليه ويرجع لك بالف سلامه باذن الله. شكرا استاذ احمد. شكرا شكرا شكرا. ماشي مع السلامه. مع السلامه. عندنا موضوع الصيادين. صح. موضوع الصيادين في الفتره اللي فاتت في مشاكل، اعتقد ان المشاكل دي بسبب عوامل هم يعلموها تمام. لكن عندنا جزء تاني في موضوع الصيادين، عندهم مشاكل كتيره وبيتواصلوا معاكي وبيتواصلوا معانا وبيقولوا ان في مشاكل بينهم من اصحاب العمل، وهم الصيادين في الصيادين في يونان. في اليونان. والصيادين في كذا دوله بصراحه في اليونان. لا هو يعني بصرف النظر عن المشاكل بتاعت اصحاب العمل، هم برضو في ناس من الصيادين العائدين من دوله اليونان بعد ما رجعوا مصر وجم يقدموا على تحويل المعاش بتاعهم، تحويلات التامينات الاجتماعيه اليونانيه لمصر طبقا للقانون الاتفاقيه المبرمه بيننا وبين اليونان، تفاجئوا ان الاتفاقيه ما بتنطبقش عليهم ولا على الصيادين ولا العاملين في اعمال الزراعه والفلاحه وكده. طب بيعملوا ايه؟ طبعا انا قابلت مسؤول من يومين في وزاره التضامن الاجتماعي في معاشات المصاريف الخارج، سالت عن الجزئيه دي وعرفنا ان الحمد لله رب العالمين تم ابرام اتفاقيه جديده في شهر 10/2018 في جزيره كريت. الاتفاقيه دي بتضم كل العاملين العائدين من دوله اليونان ان هم يتم تحويل التامينات الاجتماعيه بتاعتهم ايما كان نوع عمله. طيب اخد مكالمه وارجع لك نكمل عشان الموضوع ده طويل. تمام. معانا استاذه هويده، اهلا وسهلا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ والله تمام الحمد لله رب العالمين. لو سمحت، انا اخويا كان سافر يعتمر. ايوه. هو والدتي واختي ومراته. ايوه. وهو بيحرم، يعني هو لسه كان في لابس الاحرام. في تليفون، يعني ولع تليفون تحت رجله.
فلسه بيميل وبيرفع ايده وبيسال بتاع مين، راح العسكري في الحرم راح جاي عليه جري وراح ماسكه. كان بيحرم ولا في الحرم؟ انت اخدته. استاذنك اسمعيني من التليفون. انا سامعاك من التليفون والله، انا بعيد عن التليفون. استاذي كان بيحرم ولا كان في الحرم بيعمل العمره؟ هو كان في الحرم يعمل في الحرم. العمره كان لازم احرام بقول لحضرتك. تمام. هم مسافرين من مصر ولا كانوا مقيمين في المملكه العربيه السعوديه؟ لا طبعا ده مسافرين بعد، يعني هم راحوا المدينه واول يومين في مكه. تمام. فهو بيلف بقى بيحرم حوالين يعمل العمره. طيب استاذه هويده، هو ده الخبر اللي احنا قلناه في الاول؟ لا 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 لا، ده غير. وده كان حضرتك اتكلمت على اخوه شابين وكده، ده تمام. كان زوجته واخته ووالدته. بوضح بس للناس ان مش هو نفس الخبر. اتفضلي كملي يا فندم. فالعسكري جه علي جري وقال له انت اخدته. يا فندم انا ما اخدتوش، انا لقيته على الارض ولسه هسال بتاع مين يا جماعه. قالوا ده راح ماسكه بقى وتشاجر. وبعدين هو اخويا طبعا ما استحملش الخبر، او ما استحملش طبعا ان حد يتهمه بالسرقه. فحصلت مشاده بينه وبين العسكري، فراح العسكري قال له طب والله لازجنك. نفس الطريقه كده. تمام. واخده، خد 5 ايام في 15 يوم. وماما ووالدتي يعني واخواتي جوهم وسابوه. رجعوا هنا مصر وهو هناك. طبعا ما يقدروش يعملوا اي حاجه، دول معلش ثلاث ستات زي ما بيقولوا. واتصلوا باهلنا هنا، اهلنا هنا طبعا على اتصالات، وراحوا السفاره هنا وحضرتك راحوا اماكن كتير جدا. تمام. عشان اي حد ينقذهم من الموقف اللي هو فيه، ما حدش سال. طيب استاذنك يا استاذه هويده، هتسيبي لي البيانات كلها مع استاذ ياسر في الاعداد، وهتسيبي لي رقم تليفون نتواصل نفهم الوضع ايه، وهل حد بيتابع هناك ولا لا، وهل تم اختار القنصليه ولا لا، وهو يعني متهم بايه، واكيد كان حواليه شهود. يعني اصل احنا في الحرم مفيش اي شهود. طيب اكيد في كاميرات، بس الكاميرات اكيد هتجيب ايه؟ بتبقى حمله راجعه خارجه من مصر، فبيبقى اعدادهم كبيره، فاكيد حواليه ناس يشهدوا. هل الناس دي شهدت ولا لا؟ هل القضيه مشيت ولا تم حفظها؟ هل كل الاجراءات دي هعرفها منك باذن الله بعد الحلقه؟ هل حد مثلا قال مسك فيه وقال ده سرق مني حاجه؟ هو لا حاجه، هو اللي يثبت ان هو سرقها. وبناء عليه العسكري، بس حضرتك عارفه ان ايه، لما احنا بنبقى رايحين من مصر ما بنبقاش واخدين على اسلوب مختلف شويه في المعامله. معلش يعني في حاجه انا لقيتها فلسه بشوف، بيقول لي تعالى انت سرقتها. إيه هو حصل مشادة بقى الاحداث وندي احكام، واحنا لسه ما بصناش. هنتواصل معاها وتحت امرها طبعا مع الدكتوره اميره رضاك يا رب. الحمد لله على سلامه الاكونت بتاع مهاليكي. الله يسلم عمرك يا رب. الله يسلم عمرك. ازي حضرتك عامله ايه؟ ازيك يا مدام اسماء؟ الاول بسلم على حضرتك ومنوره الحلقه. اهلا بيك. انا هبدا من حيث انتهت اخر مكالمه يا فندم، لان الحاله دي معايا. تمام. من اول الواقعه ما حصلت من حوالي شهر وشويه، وتواصلت معايا على بريد الصفحه حد من مصر، بريد صفحه الجاليه المصريه انا ادمن فيها. فبرد على الرسائل. اتواصل معايا حد من مصر وخدت الرقم وتواصلت فورا مع زوجه الاخ المصري اللي الاخت كانت بتتكلم عنه. ايوه. وكانت وقتها رايحه قسم الشرطه وقالت لي ان انا زوجي حاليا محبوس او اتاخد. تمام. وان هو مجرد ان هو لقى الموبايل في الارض ووطى اخده، فالعسكري زي ما هي حكت كده بالظبط. كلمت طبعا اقرب حد هناك استاذ مجدي الاجهوري. ايوه. في مكه. اديت له فعلا رقم التليفون وهو تواصل، وبعد كده هم انقطعوا ما بيردوش على التليفونات. الكلام ده من شهر وشويه، فانا تخيلت ان الموضوع انتهى يعني. لكن ان شاء الله هنتابع وهتابع وهتصل بالمسؤولين هناك. اعتقد ان احنا اطمنا بنسبه 50% لما عرفنا ان الموضوع معاكم، بس عايزين بقى نتابع. لا انا فعلا انا اول ما قالت المكالمه وبدات تحكي انا عرفت، لان انا اللي رد على الرساله وانا اللي تواصلت. بس يا دكتوره ردت عليا فعلا وقالت لي احنا مسافرين بعد 3 ايام. انا بس عايزه اسالك، هم بقى لهم شهر ونص وهو جوه في الحبس السعوديه تقريبا شهر ونص. تقريبا. طب حضرتك ما يعني ما تعرفيش كان معاه محامي سعودي ولا لا؟ سحاب محامي سعودي مين؟ هي لا رقم سعودي اللي معاها، وهم ما اتصلوش بينا تاني، وانا اتصلت ما ردتش على التليفون. لا هم ممكن بس دكتوره اميره لما يكونوا يعني نزلوا ما عندكيش فكره، ما قدروش يتواصلوا مع حضرتك. احنا اكيد هناخد الرقم دلوقتي وهبعته لحضرتك. ان هو لسه مازال محبوس يعني. يعني في تحيات نيابه ولا ما راحش نيابه اصلا؟
اخر حاجه من الزوجه ان هو في قسم الشرطه. اه فطبعا احنا ما لسه ما اتحلش للنيابه، هو لسه مش عارف بقى هو كده. انا هتواصل ان شاء الله باذن الله، النهارده خميس يعني ويك اند، بس ان شاء الله من يوم الاحد هبدا اكلم الناس ونشوف ايه اللي حصل. مش هنقول الخطا، بس هم الاتصال بيهم هم ما ردوش على التليفونات، فاحنا تخيلنا ان هي خلصت لان كانت بتقول لي 3 ايام وسافر. هو ممكن بس يكونوا لما نزلوا فندم ما مش شغال معاهم الخطوط اللي كانوا بتواصلوا مع حضرتك منها، او الرقم، فاحنا هنعدي الرقم التليفون دلوقتي هبعته انا لحضرتك بمجرد ما الحلقه ما تخلص، وان شاء الله نتابعه تمام ونشوف هل سافر ولا هل هو هنا. ما زال هي على كلامها انه اخذ 15 في 10 في 5 يبقى ما زال هنا بالظبط، ونشوف ايه الموجود. وطبعا كلنا نتاكد ان هنا اي حاجه بتحصل اضطهاد لحد، بالعكس زوار البيت كل الحرس اللي هناك وكل الشرطه اللي موجوده وكل اللي موجودين هناك بيتعاملوا معاهم بمنتهى اللطف وكانه ضيوف، مسمينهم حتى ضيوف الرحمن بالظبط. فهنشوف ايه اللي حصل ان شاء الله، وهتابع حضرتك باذن الله بكل الموضوع. واحنا من هنا نتابع مع حضرتك ونشوف لو في اي اليه ان احنا نشوف الجروب اللي كان معاهم بتاع الحمله ونشوف اي شهود ونتوضوا ايه باذن الله. لا انا اوصل باذن الله للشرطه وهعرف بالاسم ايه اللي حصل. الناس هناك مش هيأثروا في مجال العمل العام اللي موجودين، كل مرة محدش هيأثر، وقنصلية جدة بإذن الله تواصل معاها ونشوف إيه اللي حصل إن شاء الله. كل مرة بنشكر حضرتك. حالة الحلواني اللي إحنا عايشين أجواءها لسه بالظبط دلوقتي حاليا، أنا بكلم حضرتك والشباب جميل واخدين استراحة في الدوادمي وعاملين لمحمد احتفال كبير جدا وذبايح وغنى ورقص وحاجات جميلة قوي ما شاء الله، حقهم بصراحة فن ما شاء الله عليهم. حاله الحلواني مش احنا مش مهام اللي خلصتها لوحدها، احنا ما احنا اللي احنا بنوصل صوت الشخص للناس بالظبط. صفحات كتيره ما شاء الله بتحمل اسم الجاليه المصريه خدت الحاله ونزلت معانا طبعا. الشباب نفسهم لو اقول لك بيعملوا فيديوهات كده في الغرفه بتاعتهم العزاب، يوروا الناس ازاي يحولوا من التليفون بالظبط، ويصوروا الفيديو ويحطوه وينشروه. شات معمول جميل، يمكن 100 بني ادم محطوطين ما نعرفش بعض معظمنا، الا ان هم داخلين عشان يشاركوا معانا في فرحه الحلواني. سرق الاكونت بسبب فرحه الحلواني بس الحمد لله رجع قبل الفرحه. لا الحمد لله، بسم الله ما شاء الله على الدعم الفني بتاع الاهرام الجندي، انا بشكرهم والله شباب وبنات انا ما اعرفهمش، وربنا يحفظهم يا رب، ودايما من فرح لفرح وانتم متابعينا وانتم شايفيننا والله. احنا 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 يعني انتوا اصحاب فضل علينا ان احنا بنحضر معاكم الفرحات المتتاليه دي، انتوا اصحاب فضل علينا ان انتوا على طول مغطيين الوضع هناك وعلاقات ما شاء الله جميله. الشباب الجميل اللي بيروح الساعه 12 بالليل والساعه 1 ويقعدوا على المكن ويصوروا، وطب انت شوف البنك الاهلي، طب انت شوف الركحي، طب انت شوف بنك البلاد عشان نتاكد السيستم ان كان شغال ولا مش شغال. ونحمد ربنا الحمد لله ان احنا بيجعلنا سبب لفك كرب اي مكروب عندنا هنا. ألف شكر دكتورة أميرة، وإحنا اللي بنشكر لحضرتك، ويا رب بإذن الله تفضلوا دايما كده يعني حاجة جميلة للمصريين بالخارج. أنتوا كل الجماعات اللي بإذن الله إن شاء الله نثق تماما إنها بتخدم الوجه الله تعالى، ومفيش أي حد فيهم بيستفيد أي حاجة، لأن أنا سألت السؤال ده بصراحة وسألته من الناس هنا ما تعرفش حاجة، هل في فايدة للناس دي إنها بتعمل كده؟ قلت والله أبدا إطلاقا، الناس دي بتحول يعني بتقول لك حضرتك حول على الحساب بتاع بننزل على صفحاتنا على طول. بننزل على صفحاتنا يعني كل واحد بيشارك في او بيحسن المصريين على الدعم والتبرع جزاه الله خير. يعني احنا حسيت ان الفتره الاخيره في حرب صعبه قوي. مروه يعني من الغربيه اتصلت اكتر من مره، خدها ونكمل بعد كده. استاذه مروه اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حضره المستشار؟ والله تمام فهم الحمد لله رب العالمين. ازيك يا استاذه اسماء؟ ازيك يا استاذه مروه اهلا بيك. انا مروه بركات اخت خالد المهدي اللي هو من شباب سوريا المعتقلين في سوريا. ايوه اللي هو انا مسافر هجره غير شرعيه. ايوه انا بشكرك جدا جدا يا حضره المستشار انت والاستاذه اسماء على الجهود اللي انتوا بتعملوها والفرحه اللي بتدخلوها على قلوب كل ام وكل اسره، لان احنا بقى لنا 8 سنين بنعاني وما احناش عارفين اي حاجه، والثمانيه اللي حضرتك لقيتهم دول ادونا امل ان حضرتك ان شاء الله هتلاقي الباقيين وخالد يكون من بينهم ان شاء الله. وحضرتك لسه قايل في البرنامج ان انت وعدت ان شاء الله في اخبار حلوه يوم ان شاء الله يعني باذن الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله فان شاء الله باذن الله تفرحنا. وانا بتصل بس بشكرك جدا جدا. ده انا اللي بشكرك وانا اقل واحد فيكم، انتوا كلكم بتعملوا مجهود اكبر مني. حبيبتي حضرتك اكيد متابعه الحلقه واحنا احنا معاكم بشكل يومي والله. البرنامج ده بجد بجد خدم ناس كتير جدا، يعني احنا ما كناش يعني احنا
كنا فقدنا الامل بمعنى كلمه فقدنا الامل، بس البرنامج ده فعلا ادانا الامل. انتوا اللي اديتونا الامل والف شكر يا استاذه، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله رب نطمنكم قريب باذن الله معايا ست ام حاتم. اهلا وسهلا ست ام حاتم. ازيك يا استاذ احمد؟ ازي حضرتك عامله ايه؟ انت اللي عامل ايه بس؟ زيك في نعمه يا ام الحمد لله رب العالمين. ازيك يا استاذ اسماء؟ اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا بيكي. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك ويخليك عيالك يا استاذ. ربنا يخليك يا حاجه. انا ام حاتم. عارف ام حاتم وما تقلقيش ومتابعين، وان شاء الله رب او في اخبار كويسه والله باذن الله، بس مستنى تتاكد عشان ابقى قد ان انا اطلع اقول لك ام حاتم ما تخافيش حاتم راجع ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله عن قريب باذن الله. شكرا ام حاتم، وان شاء الله باذن الله قريب نطمنكم باذن الله. الاعداد زي ما بتزيد عندنا في البحث، في كشوفات البحث الامل بيزيد الحمد لله، باذن الله ان شاء الله في الكشوفات اللي الراجل المحترم اللي هناك بيطلعها وبيبعتها لنا وبيأكد من اكتر من جهه، بس بدعمك وبدعم النويهي وبدعم استاذ نصر القوسي ان شاء الله باذن الله نوصل لاعداد اكبر من كده ويرجعوا باذن الله بالف سلامه ان شاء الله. يا رب يا رب ان شاء الله. اتفضل. بس فالحمد لله الاتفاقيه اللي اتعملت في 2018 في كريت يعني كان بتضمن ان المفروض كل عائد من العاملين في اليونان اي مجال اي جهه كان شغال فيها بيتم تحويل المعاش بتاعه لمصر. هي طبعا الاتفاقيه تم توقيعها من رئيس الجمهوريه وتم توقيعها في البرلمان المصري عندنا، وواقفه على التنفيذ في اليونان. اليونان لسه البرلمان عندهم هينعقد الفتره اللي جايه ان شاء الله قريب جدا خلال شهر ونص او حاجه زي كده، وهيتم يعني توقيعها هناك من رئيس الجمهوريه او رئيس الجمهوريه والبرلمان، وان شاء الله باذن الله بعد كده هتدخل حيز التنفيذ. بمجرد ما دخلت حيز التنفيذ كل شخص في مصري عائد من الخارج بيجي يقدم في معاشات العاملين في الخارج في مصر، وان شاء الله باذن الله بيتم تحويل التامينات بتاعته لمصر ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. فانا بحب اطمن اكتر حد الصيادين، لان هم كانوا بيتابعوا معايا وزعلانين جدا، لان هم كانوا بيدفعوا تامينات اسمها الاغاه، فالاغاه دي ما كانتش بتتحول لمصر، كانت تامينات الايكا اليونانيه بس اللي بتتحول. الاغاه الصيادين اللي كانوا بيدفعوها ما كانتش بتتحول، الحمد لله كله دلوقتي بيتحول. الحمد لله رب امين ان شاء الله باذن الله. يعني تفعيل الاتفاقيات بيجيب نتيجه وبيجيب خير باذن الله للناس اللي كانت شغاله هناك. مش عايزين هنا بس، ده احنا عايزين كل الدول اللي احنا بندفع فيها تامينات ترجع تحول لنا معاشات، لان للاسف الشديد لما بترجعي بتلقي مفيش معاش خلاص. مش عارفه ليه مش كل الدول فعلا يعني للاسف مش يعني حد من المسؤولين يقول لنا هل ده خاص بسعينا احنا كدوله ولا بالتعاون مع الدول الاخرى ولا محتاج تفعيل اتفاقيات معينه، لانه شيء مهم جدا في ظل حد بيضاع عمره بره مقابل فلوس. ما عنديش خلاف على ده، بس في الاخر بيرجع ما بلاقيش فلوس. هو الاتفاقيه طبعا على حسب موافقه الدوله اللي المفروض ان احنا بنعرض عليها الاتفاقيه، وللاسف طبعا مش كل الدول طبعًا عندها. طبعا انا بقول حد يسافر دي، والله بقول حد يسافر رسمي، والله بقول حد يسافر رسمي غير شرعي. ده انت حضرتك يعني كان في فيديوهات متحضره الحلقه اللي فاتت ما قدرناش نذاعها، اعتقد ان احنا هنذاعها الحلقه الجايه، على طريقه واسلوب حضرتك لو ربنا نجاك ورجعت بتترحل ازاي. بس احنا جاي لنا في الاعداد حد تواصل معانا وقال ان في شباب سافروا لليبيا بطريقه برضو كده غير مشروعه بالظبط، واتاخدوا هناك من ميليشيات ليبيا. ميليشيات ليبيا وده الناس اتصلت بيا وقالت لي طبعا اتصلوا بيهم بيساوموهم على مبلغ فديه، وده اللي بيحصل دايما في ليبيا بس من زمان. فطبعا مش هنقدر نطلع حاجه من ده الا يعني بظروف معينه وبآليه معينه بورق مستندات بتوكيلات عشان نحمي نفسنا، واحنا بنقول لحضراتكم نبقى دايما بنتكلم على الحقيقه. بس الوضع لا خطر، اوعى تبيع نفسك، عشان انت بتبيع نفسك رايح لمجهول، رايح مش هتسافر تاخد فلوس. وعندنا تقارير جايه لنا ان شاء الله هنذاع الحلقه الجايه من ميلانو، بس هتورى حضرتك قد ايه ان الهجره الغير شرعيه بتسيء للمقيم في الدوله. بس انا طبعا معايا الست ام احمد اللي كان حصل لهم حادث وهم نازلين من عندي قبل كده في المملكه العربيه السعوديه. اهلا وسهلا يا حاجه. السلام عليكم. احمد معايا، ازي صحتك عامله ايه؟ ربنا يبارك فيك، والله تعبانين جدا احنا الاثنين، ربنا يبارك فيك يا سياده المستشار. يا رب باذن الله يشفيكي ويديك الصحه. طمنيني عليكي بس الاول.
الحمد لله الحمد لله. الكسر لم بس الكسر اللي في الجزء الايمن ده لسه ما لمش. ان شاء الله تبقي زي الفل بألف سلامه. الله يبارك فيك. وقبل ما احمد ما يرجع باذن الله ان شاء الله باذن الله. انا السلام عليك يا مصطفى. بس اطمئن على احمد ابني ربنا يبارك فيك يا رب. زي تقريبا ما قلت لك من حوالي بتاع 3 4 ايام في التليفون كان حد اتوصل تقريبا اخت استاذ احمد متواصله معاه بصراحه على طول ما بتاخرش يعني. ان شاء الله باذن الله خلال اسبوع 10 ايام هيتم احالته للمحكمه وبمجرد الاحاله باذن الله بيقدر انه يتواصل مع حضرتك ويكلمك ويطمنكوا عليه ونقدر يعني نشوف ايه اللي هو هيحتاجه. نعم يا امي. هو موجود؟ اه طبعا موجود الحمد لله رب العالمين. ما الدوله هنا قالت لحضرتك موجود بس عنده مشكله قانونيه بس واحنا عارفين طبعا المشكله اللي كانت عنده ايه. فان شاء الله باذن الله هيتم احالته وباذن الله ان شاء الله تطمني عليه ان شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك بس يا رب. ونطمن حضرتك ونطمن زوجته وطمنينا عليها. شكرا يا محمد. طيب هقول حاجة أخيرة وبعد كده هسيبك تختم انت تمام. احنا بنعمل برنامج تاني اسمه دولة القانون بس البرنامج التاني ده مهتم مفترض بشؤون العاملين يعني مش بالخارج ولا بالداخل يعني قانون مصر صرف برنامج قانوني فقط لا غير استشارات قانونيه شرح بعض القوانين في الداخل. بس فوجئنا الفتره اللي فاتت ان ده العاملين بالخارج مضرورين ضرر جسيم مش هم بس والله ده حتى واللي في الداخل من وهم الاستثمار العقاري الغير منضبط بجمهوريه مصر العربيه. بس وهم الاستثمار العقاري اللي حضرتك بتبيع او بتحط فلوسك او بتشتري او بتتعامل عليه بدون ضوابط. للأسف. ناس عملت كامباوندات في اماكن شعبيه اعتقد في امبابه يعني بس وناس مشتريه وناس ليها فلوس وناس ما خدتش. كل ده هيتفتح في الحلقه الجايه وهتكوني معانا فيها باذن الله. حتى لو بمداخله توادينا بكده هنناقش الموضوع ده وهنفتح ملف كامل عنه. هنفتح ملف عن اعداد احنا عندنا مصريين. برضو العاملين في الخارج برضو متضررين من الموضوع ده. احنا عندنا كم كبير جدا من العاملين بالخارج وكم كبير جدا من المصريين نفسهم. بس الناس بتدفع فلوس في وحدات سكنيه غير موجوده. انا النهارده اصبحت يعني ايه انا اسف بكتب عقد ان انا ببيع هوا حقيقي يعني انا ببيع هوا. في دكتور فعلا في امريكا فلوسها. مصري كان في امريكا واتنصب عليه في 5 وحدات سكنيه في اسكندريه. واصحاب تلك المشاريع عليها ملايين الملايين هيتفتح بالملفات بالورق بالمستندات عشان نقول للناس لما حضرتك تيجي تشتري بعد كده تشتري من مين وتشتري ازاي. بس اختمي بقى حضرتك عشان فاضل معاك. لا جديد. انا عايزه اقول برضو ان في المشكله بتاعت الاخ سلطان في فرنسا ما طبعا اتنصب عليه بنفس الطريقه واتباع له حد كحول والحاجات اللي بتحصل دي وباع له ملك الغير. اصبحش موضوع واحد بينصب على واحد اصبح لا كيان بالظبط بياخد فلوس ناس كتير جدا وفي الاخر الكيان مش موجود. وفي ناس اشخاص 3-4 يعني اشخاص بينصبوا بيقعوا كذا مثلا شقة عندنا مش بتاعتهم واخد في الفتره اللي فاتت حوالي 6 أو 7 قضايا كبار جدا بعدات كبيره جدا. هو ده اساسه صلبه المشتري مش موجود واللي خد الفلوس مشي بالظبط مشي ومحدش يعرف هو فين. حد بيجي يخبط عليك يقول لك شقتي لا ونرجع واحد فيهم يبقى واخد قروض واخد فلوس واخد ضمانات ويطلع يشتمنا من بره يطلع بره بقى يروح سويسرا. أيوة. بفلوسنا بالظبط بفلوس الشباب بفلوس الناس اللي بقى هتكون مستقبلها فبتشتري شقه بفلوس الناس اللي محوله من بره بفلوس الناس اللي شركته هنا على انه راجل محترم وهيبني وهيستثمر وهيكسبهم. احنا عايزين نعمل توعيه عايزين نعمل توعيه ونقول ازاي لما طبعا تيجي طبعا انا فتحت ده في معاك في الغربه ولكنه هو لا ما هو هو يهم المصريين في الخارج والداخل برضه بالظبط يعني بالزبط. حضرتك اما تيجي تشتري شقه لازم تبقى عارف بتشتري ازاي وفين. في حلقه يوم السبت الجاي ان شاء الله باذن الله هنفتح فيها الملفات بالمستندات بالاسامي عشان احنا الحمد لله رب العالمين لما بيبقى معانا ورق بيبقى بالاسامي طبعا. بس كلمة أخيرة لا هتسيب لحضرتك بقى أنت اللي عندك الموضوعات كلها. طيب أنا في الموضوعات اللي قلناها القضايا اللي احنا شغالين عليها القضايا اللي احنا متابعينها المواضيع المهمة اللي هنفضل متابعينها بكرر تاني تذكيري لنفسي والله.